بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحب أول طبعا يعني أهني العروسين وأهل العروسين وأشكرهم جدا على دعوتي لهذه المناسبة السعيدة، وأدعي ربنا أن يبارك لهم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام عادة في الأعراس وعند النكاح أن يخطب خطبة يسميها خطبة النكاح. وخطبة النكاح المقصود بها مش أن يستفيد بها بس العروسين، ولكن مقصود بها أن يستفيد بها كل الحاضرين. لذلك فأنا هتكلم النهاردة كلام موجه لثلاث أنواع من الناس. النوع الأول هو الشباب الغير متزوج اللي موجود معانا النهاردة. النوع الثاني هو الشباب اللي بيتجوز النهاردة، أميرة ومحمد. والنوع الثالث هو الشباب اللي اتجوز قبل كده، من سبق عليه القول. فعايزين نفهم الأول هو إيه الجواز. الزواج هو صفحة جديدة الإنسان بيبتديها مع الله. حتى إن أبو حامد الغزالي رضي الله عنه بيقول في إحياء علوم الدين أن الزواج في مقام التوبة، وكان الإنسان بيفتح صفحة جديدة مع الله، حياة جديدة الإنسان بيبدأها وبيبقى مسؤول فيها عن آخرين، لأنه مش بيبدأ حياة منفرد، بيبدأ مسؤول عن آخرين. فبيعتبر ده اختبار أصعب من الله له. بالتالي في مقابل ذلك في ثواب أكبر، أو لقدر الله عقاب أكبر. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النار الناس والحجارة. يبقى مطلوب الإنسان يقي نفسه ويقي أهله في نفس الوقت. بل وإن الله سبحانه وتعالى أثنى على أحد أنبياءه ورسله العظام سيدنا إسماعيل، بالرغم من كل مهام النبوة وتبليغ الرسالة، ربنا أثنى عليه وقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. فبالرغم من كل المهام الخطيرة المطلوبة منه كنبي وكمبلغ لرسالة، ربنا أثنى عليه بأمر بعضنا قد يظن أنه أمر بسيط، وهو العناية والتربية اللي كان بيقدمها لبيته والأهله. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال الزوج ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وده حديث متفق عليه. إيه هو الجواز؟ الجواز يا جماعة معجزة. الجواز آية من الآيات الكونية. الله سبحانه وتعالى ذكر الزواج في سورة الروم في سياق الكلام عن المعجزات. فتقول الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. كل شيء معجزات. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللي عنده مخ يفكر. الجواز جاي في معرض الكلام عن المعجزات. قبل الكلام عن الزواج كلام عن معجزات، بعد الكلام عن الجواز برضو كلام عن معجزات. الآيات تكمل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها،
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعني يا جماعة هذا الأمر معجزة يجب أن احنا نفهمها. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى زوجة الإنسان هو الجزء الناقص فيه، بيكتمل الجزء بازل قدامنا وفي قطعة بازل ناقصة، فالصورة لن تكتمل إلا بقطعة البازل الناقصة لما تتحط. هو ده الجواز. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الجواز تطبيق لأمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ما تركش موضوع الجواز كده أوبشن، اللي عايز ياخده اللي عايز اللي عايز، لا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى إذن الجواز مش أوبشن، ده أمر من الله سبحانه وتعالى إن إحنا نجوز الولاد والبنات، لأن فيش رهبانية في الإسلام. الجواز التزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج على طول. فالإسلام يحث على الزواج المبكر. ليه؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وخدنا احنا السنة اللي فاتت دي وركشوب مع الدكتور عمرو الشريف، كان موضوع الوركشوب اسمه الفرق بين مخ الذكر ومخ الأنثى. وفي الوركشوب دي فهمنا ان في الصوم لما الإنسان بيجوع او يمتنع عن الطعام والشراب، هرمون التستوستيرون بينزل جدا، فاللي مش قادر يتزوج يستعين بالصوم، هو ده اللي هيقلل هرمون التستوستيرون. سبحان الله العظيم. الجواز يا جماعة من الوسطية، لا واحد بيمشي على حل شعره ولا واحد بيعتزل النساء تماما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا هذه الآية في سورة إيه؟ مين يعرف؟ البقرة. الآية رقم كام في سورة البقرة؟ إزاي أعرف؟ ونحفظ بقى كل آية؟ لا، بس الآية دي سهلة قوي. البقرة 286 آية، اقسمهم على 2 بالظبط يبقى الوسط ايه؟ 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية رقم 143 بالظبط في سورة البقرة. 3 من الشباب راحوا للرسول عليه السلام، حبوا يعرفوا كده هو بيعبد ربنا ازاي عشان يتأسوا بيه، فقال لهم: والله أنا بصلي في الأوقات الفلانية، بصوم الأيام الفلانية، وقال لهم عبادته عاملة ازاي. فوكأنهم تقالوها، يعني استقلوها، قالوا: ايه ده؟ احنا نقدر نعمل أكتر من كده. فواحد قال: بصوا بقى، أنا لن أتزوج أبدا. واحد قال: وأنا لن أفطر أبدا، أنا هصوم كل يوم. واحد قال: وأنا لن أنام الليل أبدا، أنا سأقوم كل الليل على طول، فبنام بالنهار بقى شوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى الزواج هنا جاي في معرض الوسطية، والدين هو دين الوسط. أسهل حاجة الإنسان يبقى متطرف، يا متطرف كده خالص يا متطرف كده خالص. أما الوسطية هو ده التحدي اللي بيواجه كل واحد فينا، أن يكون وسطي في أموره. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وقال: تناكحوا تناسلوا، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. أنا عايز أقوله النهاردة لأميرة ولمحمد، ان انتوا النهارده بجوازكم ده اصبح ليكم حق عند ربنا. حديث رواه الترمذي، حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الاداء، والناكح يريد العفاف. اللي طالع يجاهد في سبيل الله حق على الله يعين اذا كان نيته سليمه. المكاتب يعني العبد اللي كاتب مع سيده عقد وورقة عشان خاطر يقدر يؤدي الفلوس اللي عليه ويشتري حريته بنفسه، حق على الله أنه يعينه. وحق على المتزوج الذي يبتغي أن يعف نفسه بهذا الزواج، على الله أنه يعينه. فأصبح لكم حق النهاردة عند ربنا. شوفوا الجمال وشوفوا القوة. الزواج وقاية من غضب الله. ابن عباس كان يجمع غلمانه لما يكبروا كده ويدركوا، يقولهم: إن أردتم النكاح أنكحتكم، فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. ما فيش عندنا في الإسلام حاجة اسمها صحوبية خالص. طب إزاي؟ طب ربنا ولد حب بنت. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع يروى أنه قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الناس بتحب بعض يتجوزوا،
خلاص الموضوع سهل قوي. يتأهلوا، يقول لك حضرتك هتتأهل، دي كلمة لغة عربية فصحى على فكرة. يتأهل يعني يصبح له أهل، حضراتكم بتتأهلوا دلوقتي يعني بقى لكم أهل. الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء بيقول قال إبراهيم بن أدهم فضل المتأهل على العازب كفضل المجاهد على القاعد، وركعة من متأهل أفضل من 70 ركعة من عزب. يبقى النهاردة لما هتصلوا إن شاء الله العشاء أفضل من 70 عشاء صليتوه قبل كده في حياتكم. ليه؟ عشان في سكون بعد الزواج، في سكون للنفس. حتى إن هو من شروط الإمامة إنه يكون أقرأهم، تفرضنا 2 بيقرأوا كويس، أعلمهم، فاتنين عندهم علم كويس بأحكام الصلاة ولو نسي يعمل إيه، يبتدوا يمشوا في الشروط إلى أن لو الاثنين اللي بيرشحوا يبقوا الأئمة في الصلاة متساويين في كل حاجة يقدم المتزوج على العازب. فالإمام المتزوج أولى بالإمامة من العازب. إزاي نختار الزوج والزوجة؟ كلام بقى للشباب اللي متجوزش. أول حاجة لازم نفهم إن الخطبة سرية، الخطبة الأصل فيها السرية، والنكاح أو الزواج الأصل فيه الإعلان، وده لحماية المرأة. امرأة اتخطبت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يبتدي الناس يقول ايه هو في ايه بقى. فحماية للمرأة الخطبة سرية، مش بقى نحجز قاعة ونعمل بالونة كبيرة ونقول منى وأحمد لا غلط. الخطبة سرية لحماية المرأة، والنكاح علني ويضرب عليه الدف لحماية المرأة. ايه ده؟ شفناها ماشية في الشارع وماشية مع واحد وداخلين بيت. ايوه ما هم اتجوزوا، ما الناس كلها عارفة ان هم اتجوزوا، حماية للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هنا بقى عايزين نفهم إزاي نختار الزوج اللي نرضى دينه وخلقه. طب الدين يا جماعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن عقائد وعبادات وأخلاق. طب إيه قيمة ذكر الأخلاق بعد ما ذكر الدين؟ طب ما الدين بيحتوي على أخلاق، يبقى من ترضون دينه خلاص. هنا العلماء قال لك لا، خلقه هنا مقصود بيها مش الأخلاق بتاعت الدين، مقصود بيها الطباع. أخلاق اللي في الدين معروفة، العفة ماشي، لكن في طباع ممكن يكون إنسان مسلم ومؤمن لكن في بعض الطباع اللي مش مناسبة، عصبي سنة، ماسك سنة، حاجات زي كده. هنا بقى الرسول بيقول إيه اللي ترضوا بدينه يعني عقيدته وخلقه اللي خلق بتاع الدين وعباداته وكمان طباعه ده تتجوزوه. يعني ايه؟ يعني في طباع وارد ان الواحد يقدر يغيرها في الاخر. طب لو ما تتغيرش وارد ان الواحد يتكيف معاها. طب لا اقدر اتكيف معاها ولا انا هقدر اغيرها، يبقى نفضها. يبقى الخطوبه معموله عشان كده، معموله عشان سريع. عشان كده انا دايما اقول للمخطوبين، الناس المخطوبين والناس اللي هيخطبوا، ما تحبوش بعض، اوعوا تحبوا بعض في الخطوبة. ليه؟ مثل كده عامي عندنا بيقول مراية الحب عامية. بالظبط كده، الخطوبة مش معمولة عشان نتجوز بعدها خالص، الخطوبة معمولة عشان يا نتجوز بعدها يا ما نتجوزش بعدها لما نقرر. يبقى أنا بخطب عشان بعمل كده تست للي قدامي، ده مناسب ليا ولا مش مناسب. يبقى بالتالي أنا ما هي بلاش الهيام ده، يا إما بعد كده بعد ما اتجوز أشوف طباع معينة مش كويسة، ساعتها ما لومش غير نفسي ان المنظر ده انا شفته قبل كده واحنا مخطوبين، شفتها مثلا بتزعق في مامتها في باباها، بتتأمر على سواق، بتتأمر على حد، وانا عشان كنت هيمان قلت ايه معلش ما هتلاقيها كانت عصبية شوية. وهي نفس الكلام تشوفه بيتكلم بطريقة بايخة مع امه مع ابوه، بيكلمها بطريقة معينة، تقول انا شفت المنظر ده قبل كده بس كنت هيمان. هو دي النقطة، الخطوبة يا جماعة معمولة عشان نختبر بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معروف طبعا عن أبي هريرة قال تنكح المرأة لأربع أسباب الستات بتتجوز عشانها: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني دي الأربع أسباب. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيريكومند بيرشح إن احنا نتجوز على أساس الدين. ايه يعني عز الدين؟ طب ما هم كلهم مسلمات وخلاص. لا، الدين مش يعني مسلمات، الدين مش معناه بالانجليزي ريليجن خالص، دين يعني way of life. كلمة دين
في القرآن لما تيجي مش معناها religion بالإنجليزي. religion بالإنجليزي بالعربي ملة، الملة ملة الإسلام أو أي ملة أخرى، ولكن الدين يعني طريقة الحياة بتشمل الملة وتشمل العلاقة بالله وتشمل أمور أخرى في الحياة. فنلاقي مثلا في سورة يوسف لما بيقولوا له خد واحد مننا عشان أبوه عايزه ضروري وحلفنا إن احنا ما نسيبوش مهما حصل، قال ما كنا لنأخذ في دين الملك إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني في الدين بتاع الملك، يعني في النظام بتاع الملك، يعني في القانون بتاع الملك ما ناخدش غير اللي ارتكب الجريمة نفسها. يبقى أنا بختار الزوجة والزوجة بتختار الزوج على أساس إيه؟ الدين يعني طريقة الحياة كلها. أنا عايز أقول لمحمد النهاردة أنت مش هتتجوز ملاك، وعايز أقول لأميرة أنت مش هتتجوزي ملاك ولا نبي ولا رسول. يعني إيه؟ يعني هيحصل مشكلات ملهاش حل، هنكتشف عيوب ملهاش حل. طب عشان أتفادى تصاعد المشكلات وأتفادى أي إسكاليشن يمكن يحصل أعمل إيه؟ عدة حاجات. نمرة واحد، كان ده مش لهم بس، لكل اللي هيتجوزوا إن شاء الله وللمتجوزين اللي عندهم شوية مشكلات. نمرة واحد، عدم إفشاء أسرار البيت مهما كان. أو ما حدش بيفشى أسرار البيت إلا للقريبين، يعني بابا وماما. ولا بابا ولا ماما عاملين إيه يا أولاد؟ فل. ها يا أميرة تمام، ها يا محمد تمام، وإحنا نعالج بيننا وبين بعض. إنما نطلع الأسرار هنا ونطلع المشكلة هنا، طب ورأيك إيه يا بابا ورأيك إيه يا ماما؟ لا. طب نلجأ لمين؟ مين اللي حكم بيننا؟ كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام علمونا إن إحنا نعترف بأخطاء. أنا والله يا بنت الحلال وأنا يا ابن الحلال هنشوف لو حصل مشكلة بيننا نشوف ده حلال ولا حرام. لو أنا اللي غلطان أنا هعتذر وهعترف بغلطي. ما فيش حاجة اسمها أنا الراجل وما ينفعش اعتذر، لا اعتذر. والست نفس الكلام. احنا تعلمنا ايه من موضوع الخطيئة بتاعت آدم وحواء في الجنة لما أكلوا من الشجرة؟ السبب في ده ايه؟ تعلمنا منه ايه؟ ربنا علم آدم كل حاجة وساب حاجة واحدة بس معلمها لهش، التوبة، عشان في وقتها يتعلمها ويبقى درس قوي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه هي الكلمات؟ استغفر الله؟ أبدا أبدا. قبل ما تستغفر ربنا لازم تعترف بخطأك، تبقى عندك سيلف كريتيسيزم، تقول أنا بنتقد نفسي، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. فلازم الإنسان يعترف بخطأه. مفيش حاجة اسمها أن الرجل ما اعترفش، مفيش حاجة اسمها أن الست هو كده، لا. نمرة اتنين، أتصدق بحقي. أتصدق بحقي، ما فيش حاجة اسمها أنا عرفت إن أنا من حقي ما روحش عند مامتك، عرفت إن أنا من حقي ما روحش عند باباكي. لا 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 لا، إحنا مش داخلين كلية حقوق. إحنا قبل ما ندور على حقنا ندور على واجباتنا اللي هي حقوق الآخر عندنا. أنا الذكي يجي يوم القيامة وعارف إن هو مش هيتحاسب على حقوقه، هيتحاسب على واجباته. يبقى أنا أفكر في يوم القيامة لما أتحاسب أنا أديت ما علي من واجبات ولا لأ، وحقوقي أنا متصدق بيها. بالطريقة دي ما تحصلش مشكلات. لكن لو كل واحد بيدور آدي لسقة الحقوق بتاعتي، كل واحد بيتجوز النهاردة وكأنه داخل كلية الحقوق عارف 12 حق، لا أبدا. أنا أدور على واجباتي اللي هي حقوق الآخر عندي، وكل واحد يدور على واجباته. نمرة أربعة، هو الصبر والاحتساب. يا جماعة التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ كان بيتعامل مع زوجته إزاي؟ بيقول الحسن، بيقول يؤجر المؤمن في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. الناس كلها سابت المعنى ده وراحت شايفين يعني الراجل بيؤجر لما بيصرف في البيت اللقمة بيرفعها في بق امراته. كل واحد فينا أكل مراته يوم الفرح، قطع التورتة وراح مأكلها في بقها ومن ساعتها مأكلهاش تاني. لا، ده هو ده ديدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ايدي جنبك أنا اللي هأكلك، ويفضل يأكلها في بقها. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ السعيدة عائشة بتقول لما كنت أقول وا رأساه يا دماغي، كان يقول لها ده أنا اللي يا دماغي، ده أنا حاسس بالوجع عندنا، بل أنا وا رأساه. شوفوا الجمال وشوفوا الحنية وشوفوا الحنان الناس على بعض. السيدة عائشة كان يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت وكيف تعرف؟ تعرف زي أنا زعلانة ولا مبسوطة؟ يقول إذا رضيتي راضي عني تقولي
لا ورب محمد، وإذا غضبت تقولي لا ورب إبراهيم. قالت صدقت، إنما أهجر اسمك، اسمك بس، لكن أنت هنا في قلبي. كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، حط راسك على حجرها ويقرأ القرآن، وحتى تقول حتى وأنا عندي الإيه البيريد بتاع كل شهر. كانت لما تشرب من الإناء، إحنا النهاردة الواحد يجي عايز كوباية نظيفة، يقول لمراته إيه؟ أنا عايز كوباية نظيفة ولا أنت شربتي منها؟ إيه يعني مراتك شربت من كوباية، يعني الكوباية مش نظيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخد الكوباية ويقول لها إيه؟ شربتي منين؟ من هنا؟ يحط شفايفه مطرح ما حطت شفايفه. مش يبقى الواحد قرفان وبيشرب من الناحية التانية أحسن مراته شربت من هنا؟ ده كلام. كان أقرب للسيدة عائشة من أبوها نفسه. حصلت مشكلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة. فقال لها تحب نجيب حد يحكم؟ الطبيعي نجيب حد محايد. قال لا 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 نجيب أبوك يحكم. هات يا أبو بكر يا صديق تعالى، في مشكلة حصلت بين إيه؟ بنتك وجوزها. دخل فقال لها تتكلمي أنت ولا أتكلم أنا؟ قالت له تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. طبعا كلمة كبيرة والرسول هيكذب. قام سيدنا أبو بكر وضرب السيدة عائشة، فقامت تختفي منه وتحتمي بظهر النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم زعل جدا وقال له لا يا أبا بكر، والله ما لهذا دعوناك، والله ما أردنا هذا منك. رجلت النهاردة إيه؟ الحمد لله جت من أبوها، الحمد لله عشان تعرف. لا أبدا مش كده. أيضا مرة كان ماشي سيدنا أبو بكر من قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سمع السيدة عائشة بتعلي صوتها على النبي، راح داخل يتخانق معها، لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله، ولسه هينط عشان بقت تحتمي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بقى يحجز لغاية ما خرجه. وعم بصلها قال لها إيه؟ كيف رأيتني؟ أنقذتك من الرجل، خلصتك من الراجل ده. شوفوا شوفوا الحنان وشوفوا الجمال وشوفوا العلاقة. تقول لك كان بيلعب معايا وترويح، لعب وترويح، كان يسابقها فتكسبه. بتقول إيه؟ فلما أرهقني اللحم، يعني لما تخنت. جوز بقى واحد ستات بتتجوز بتتخن. طبعا إن شاء الله إحنا مش هنتخن، لكن لما تخنت سابقني فسبقني. زعلت قال لها هذه بتيك، ما انت سكبت كسبتي مرة. يدلعها، مفيش حاجة اسمها يقول لها باسمها خالص، يقول لها يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. ايه ده دلع؟ ايوة هو البنت بتدلع بتذكير اسمها. فاطمة قال لها يا فطوم. الولد يدلع بتأنيث اسمه. خالد قال له يا خلودة. عمرو قال له يا عمورة. محمد قال له حمادة. يعني الحاجة التانية ناخدها هنا ايه؟ جبريل يقرئك السلام. ايه يعني؟ ده بيربط البيت بالشغل. ما انا مش طول النهار في الشغل وارجع مفيش سير. لا خالص، زمايلي بيسلموا عليك ويقولوا نفسهم يبقوا يشوفوك. يعني بيربط، يعني عايزين نتعلم من النبي. ومن للأسف الشديد النبي بيتعرض لإيذاء النهاردة، وبيتعرض لهجوم شديد جدا عليه في الغرب. انا بقول لهم ايه بقى؟ بدل ما تسخروا منه اتعلموا منه. انتوا افشل ناس في هذا الامر. 82% من الزيجات في الغرب بتنهار وبتفشل في اول 5 سنين. 82%. انا بقول لهم احسن زوج في التاريخ تروحوا تتريقوا عليه فيما يخص زواجه ازاي؟ ده انتوا بدل ما تقروا اللي عايز يقرا اجمل قصه حب في الدنيا، سيبك من روميو وجولييت، روميو شرب زرنيخ في الاخر ومات. اقرأ محمد وعائشة على لسان عائشة. بص مش عائشة بس، وانا ما فيش غير سيدة عائشة، ما كان متجوز عدة زوجات، وبعدين اشتكوا من قلة النفقة، عايزين فلوس اكتر شوية، ويبقى فيه فلوس المفروض. والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة كان غني، ما كانش فقير، لكن كان عايش عيشة التقشف، عيشة المساكين. فطلبوا الزيادة فقال لهم ابدا. وربنا قال له في سورة الاحزاب يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. هتطلقوا وعندكم فرصة تجاوز تاني. خلاص ما كانش لسه نزل التشريع بتاع إن ما عندهاش فرصة تجاوز تاني وإنها أم المؤمنين. تطلقوا كلهم اختاروا الحياة معاه بشظف، لأنه الحياة مع راجل زي ده أجمل حياة في الدنيا، حتى لو هناكلها بدقة. السيدة عائشة سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لو دخل بيته؟ قالت بالسواك. ده حديث اخرجه مسلم. يعني ايه؟ يعني تكون ريحه بقه حلوه وهو داخل. ليه؟ هيبتدي اول ما يخش، ما مش هيخش على المطبخ وياكل، لا لا، هيخش يبوس مراته.
خلينا نتكلم بصراحه. ايوه احنا ما بنتكسفش من الحاجات دي، دي حياه النبي ولازم نتاسى بيها، وهو ده اللي يصلح البيوت. لازم نفهم يا جماعه الصبر مهم جدا. اول سنتين في الجواز بيبقوا سنتين صعب جدا، زي بالظبط الاسبوع الاولاني لما بنغير تيل الفرامل، تيل الفرامل عمال يزفر يزفر يزفر. ايوه ما هو هيطبع، اول سنتين دول فيهم عمليه تطبيع، كل واحد بيحاول يطبع على اللي قدامه، لغايه ما بعد ما يمر السنتين دول خلاص الامور بتستقر بعد كده. لذلك في السنتين دول مطلوب الصبر جدا جدا. مفيش حاجه اسمها طلقني مع اول، لا ابدا، ولا مع اخر مشكله، ما في الكلمه دي عندنا ما بتتقالش. ومفيش حاجه اسمها خليك راجل وطلقني. طبعا راجل وستين راجل، بس مش هطلقك، بس مش هطلقك. لازم نفهم هي دي الكلمه اللي نتعلمها، راجل وستين راجل بس برضه مش هطلقك. هي دي بنفهم كده. حتى لما كانت تبقى عصبيه السيده عائشه، يعني هو في ضيوف عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتها، انا خلاص قربت خلص الناس اللي زهقت، في ضيوف في البيت عندها، فهي ما بتعرفش تطبخ كويس، فزوجه اخرى يعني ام سلمة عملت اكل حلو كده وبعتت الخادم بالاكل ده لبيت عائشه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه للضيوف. فهي طبعا غارت، ايه ده بقى يعني، وانا ما بعرفش اعمل ولا ايه، راحت طالعه وكسرت طبق، فلقت الصحف نصين ودشتها. اي راجل تاني هيعمل ايه؟ خليتي شكلي صغير ورقبتي زي السمسمه قدام اصحابي، طبعا هيقول انت اتجننتي، ما لازم يعني شكله لازم ينتصر لرجولته. هو ضحك وقال غارت امكم، ام المؤمنين غيرانة كله كله كله. جات له بعد كده، طب اعمل ايه؟ عملت ده غلط؟ لا غلط. طب اعمل ايه؟ لا صحفه بصحفه وطعام بطعام. راح مدي الصحفه المكسوره، الطبق المكسور عندها في بيتها خلاص، فضلت طول عمرها بالطبق المكسور، والثانيه راح لها الطبق السليم من بيت السيده عائشه. لازم نفهم يا جماعه الصبر مهم. واحد من الصالحين قاعد مع اصحابه وبياكلوا، وهما بياكلوا جت فرخه دجاجه راحت نازله في الطبق وهما بياكلوا، راحت قلباه، راحوا عادلين وحطوا الاكل ثاني وكملوا اكل شويه، ودخلت زوجته خدته وش وظهر، يعني سمعته من المتنقل وخرجت. قالوا انت ازاي تسكت لها؟ قال لهم هو مش من ربع ساعه دخلت الدجاجه خبط الصحفه قلبتها؟ قال له اه. قال لهم طيب يعني شفتوني زعقت للدجاجه؟ قال له لا، خلاص انزلتها منزله الدجاجه. كبر مخك، كبر مخك. والرجال عليهن درجه، يعني درجه الصبر والاحتساب، الراجل يتسامح اكثر والمراه تتسامح، ولكن الراجل مطلوب يتسامح اكثر. سيدنا عمر بشدته المعروفه راح لواحد عشان يشتكي مره، وهو امير المؤمنين، راح يشتكي من مراته من سوء تعاملها معاه، فسمع جوه البيت كلام مش معقول، زوجة سيدنا عمر بتقول له كلام المتنقي، خبط الراجل ومشي. فسيدنا عمر فتح قال له أمجنون أنت؟ أنت ماشي رايح فين؟ أنت مش خبطت؟ قال له لا، أنا جئت أشتكي مما وجدتك منه تشتكي، فخلاص ملهاش لزوم. قال له يا هذا طباخة لطعامي، مربية لأولادي، وإذا صبرت على سوء خلقها دخلت الجنة. إزاي ما أصبرش؟ لازم أصبر. يبقى كل واحد فينا لازم يصبر. حتى هنا يعني أختم بنكتة كده صغيرة، الجاحظ كتبها، قال رأيت رجلا طلق 5 نساء في لحظة واحدة. فقالوا له إزاي؟ ده هو يعني النصاب معه في أقصى حاجة 4. قال لهم لا، هو دخل لقى زوجاته الأربعة ماسكين في بعضه بيتخانقوا، راح ماسك أول واحدة قال لها أنت وش اللي إيه، وراح مطلقها. التانية قالت له أجننت يا رجل؟ تطلق زوجتك الأولى أم عيالك الكبار؟ قال لا مش عاجبك، الحقي بأهلك أنت كمان. التالتة وأنت كمان، الرابعة وأنت كمان. فجارتهم متسورة الجدار، طالعة فوق الجدار بتقول له أجننت يا رجل تطلق زوجاتك الأربعة كلهم في لحظة واحدة؟ قال لا، وأنت أيضا طالق إن راضي زوجك. جوزها الناحية التانية قال لقد رضيت لقد رضيت. أنا عايز أقول إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا منه قريبين واحشرنا في زمرته إلى يوم الدين، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. قول ورايا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. 3 مرات بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما.
وجمع بينكما في خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الزواج زواجا إسلاميا مباركا، وأن يرزقهم الذرية الصالحة التي تقيم دين الله وشرع الله ودولة الإسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألف مبروك.